غادي نقطعوه طريفات باش الا لقينا فيه شي زريعه نحيدوها باش ما نلقاو الكوفيتير ديالنا مر. عافاك الله يرحمك امي عافاك هكا هكا وقطعيها هكا على النص باش الا كاينه شي علفه في الليمونه تبان لينا. ما توركيش قطعي قطعي بالك راه ما عرفتيش تقطعي والو بلاتي حيدي خصني نعرف. ها عرفتي صافي هو هذا صافي برافو عليك هاكي قطعي قطعي ثاني هذه سير كوكو هاني قطعت هادي قطعتيها راه فيها هيا ما عليكش الغزاله ديالي. شكون هي الغزاله ديالي؟ انتي انا الزين انا هي الغزاله ديالي. الزين انا الوريضه نو سبحان الله انتي هي نور عيني هي ويا ربي ربي حلا انا اش كنجيك انتي الوالده ديالي. يلا خويا حفصه الى اللقاء الى اللقاء. فين مصيفطه مسكين؟ مصيفطه للفرنو اش غايدير فيه؟ مصيفطه النار مهيله واه باغي يسافر الى فوق الفرنو. هاكا صح؟ نعم طيب الكوفيتير ولا مازال باقي ديك ديال طاب العصا طابت الخبزه ولا مازال شوف حفصة هاي بن وارع حفصة خاصة دابا غير شوية ديال الزيت العود. نتمنى يعجبكم الكوفيتير ديالنا. السلام عليكم متتبعين ديالي الاعزاز نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايب الكوفيتير ديال الليمون وها هما المقادير قدامي. غادي نحتاج الكوكوت والفاني والليمون والسكر سنيدة والبواطه فاش نجلفو. شكون اللي بغى يسبق ياك نديرو المسابقه ولا لا؟ سير سير واخا صحابكم واش تنعرف غير ناكل؟ ايه تنعرف حتى الشقة واه ربي ربي تنعرفي حتى الشقة. ياه والله إلا تنعرف حتى الشقة إوا قدي بعدا الوقفة عاد نشوفو الشقة. متتبعين راه حفصة ولات تتعرف حتى الشقة. حاولتي هاني فين قربتي؟ قربتي تسالي كل شيء غادي نغلبك. ما معناش تغلبيني ياك ماشي شغل من غشنا فليس منا. لا ما غشتك هاد الكلمه جات من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم الحبيب وسلم ها ماشي الغش هادي هذا ماشي غش حفصه هادي لي مسابقه هادي ايوا هاني صافي مشيت نسبقك ها هاني مشيت انا الا ولات شنو انفرميتها ها ماشي مشكل ماشي مشكل الا ولات شنو نفهكك ورميتيهم في البواطه ماشي مشكل. المهم غير ما تكونش القشره ديال الليمون يلا سير متتبعين ديالي كي جاكم الشقة ديالي ردوا عليا بالكومونتيرات. اها ردوا عافاكم على حفصة واش تتعرف تشقى مزيان ولا لا. الله اكبر حفصة فين وصلتي؟ هاني غادية
قريبة تسالين؟ قريبة بقاو ليا ثلاثة. ايوا برافو عليك. شكرا لكم متابعين ديال لاله حفصة، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللي تيشجع ليا بنتي حفصة، الله يجازيكم بخير، الله يعلي مقامكم، الله يجازيكم بخير. وها هي معكم لاله حفصة، غادي تصايب ان شاء الله الكوفيتير اليوم بمساعدة ماماها. ياك حفصة؟ شي جديد؟ شي الجديد هالكوفيتير بغيت نصايبو ليكم اليوم. واش اخر كاين شي جديد اخر؟ جديد وصلت القناة ديالي 10000 ابوني. 10000 11000 ابوني. شكرا لكم المتتبعين الجداد والقدام، الله يجازيكم بخير ومرحبا بكم والدار داركم الجداد والقدام. ونتمنى ان شاء الله يكونوا ثاني الجداد تيدخلوا ان شاء الله. شجعوا لينا لاله حفصة. موح عليكم ياك حفصة، وقولي لهم يدخلوا للقناة. راه حلو هاد الكوفيتير، غادي يكون بنين. والقناة اللي غادي تكون مترتقيلة دخلوا ليها المتتبعين. انتي تلفك الكوفيتير ما باقي تعرفتي كاع اش بغيتي تقولي للناس. اش بغيتي تقولي لهم؟ غادي نقول لهم يدخلوا للقناة ديالي. يبارطاجيو ليا الفيديوهات ديالي وتفرجوا فيه من الاول حتى الاخر. وهذا الفيديو ديال الكونفيتير خاصو يكون طالع ثاني، يطلقوه ثاني بالمشاهدات ولي زابوني، ويكون ان شاء الله طوب طوب طوب. فضلا ليس امرا. هاكا برافو عليكم الوالدين، والله يجعلها لكم في ميزان الحسنات، الله يطول لكم العمر ويحفظكم كيف ما حفظ الذكر الحكيم. شكرا لكم، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات. انتظروا الشكل النهائي ديال الكوفيتير ديالنا. حنا غادي نبداو نقطعوا الليمون ديالنا على هذا الشكل. على هذا الشكل غادي نقطعوه طريفات، باش الا لقينا فيه شي زريعه نحيدوها، باش ما نلقاو الكوفيتير ديالنا مر. هي بحال هذه، هذه راه فيها شي سميتو فيها الزريعه ديالها، غادي نحيدوها بحال هكا. ها هو الليمون على مزيناتو. هاري هاري لي هاري لي نقطع وحيده عافاك. واخا راه ما قديتيش الليمونه مزيان باش تقطعيها مقاده. بلاتي نوري لك بلاتي هكي 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 قطع هذيك. يلا قطعي هذوك. واحد جوج ثلاثة. برافو عليك. اري نعاود نقطع عاوتاني الزريعه. شتي ورا هكاك خاصك تقطعي الليمون باش الا كانت فيه شي زريعه باش نحيدوها باش ما تخسر لينا الكوفيتير ديالنا. حيت الا فيها ديك الزريعه تكون فيه واحد المروريه. هكا شدي شدي هذا. اش قال لك باباك؟ قال لي كولي. وعلاش ما كليتي؟ ما بغيتش. ما بغيتيش؟ ما مساليش دابا الماكله ياك؟ راه بانت ليا فيه قبيله الزريعه. عزيزه عليك ولا خايبه؟ انت هي اللي منوره هذا الدار ياك؟ انت اللي منوره. انا صحابني واش انت اللي منوره هذا الدار؟ انت اللي منوره هذا. انت هي النوره ديال هذا الدار، انت وباباك. ها انا ولا انت وباباك؟ انت انا. حلفي وحق الله وباباك غادي يتقلق.
غادي يقول لك علاش قلتي لي انا النواره وهو لا. حفصه نعم ايوا كملي معايا الهضره باش منوره انا هذا الدار بالصبر ديالك على انا صبوره اياه حلفي وحق الله ما عرفت واش انا صبوره ولا الصبوره اش كليتي ها هاك بسم الله هيا الصباره ديالك عطاتك الليمون الصحه والراحه الله يعطيك شي حجه يا ربي يا ربي يا ربي بغيت نمشي للحج والعمره ان شاء الله عندك تحرقيه لينا لا على مولفه تنحرقو يد لي لا ايوا راه صايبنا وعاودنا جوج كيلو ونص وجوج كيلو ديال السكر هناني الله يلا سير برافو عليك برافو عليك يا حفصة خويتي الفاني اش هادي فاني برافو عليك اش غادي ديري لهذا نار مهيلة هيا بنا الى الفرن سيري من تم دير الكوكوت فوق العافيه ونقصي ونقصي العافيه باش ما يتحرك نقصي نقصي العافيه حفصه كثيره اه كثيره بزاف هاكا صافي برافو عليك صافي خليه دابا نديرو الغطايه تايدو بالسكر هاد شويه ديال العافيه باش ما يتحرك حتى لواحد شويه ونعاودو نخلطو انتظروا معنا انتظروا الشكل النهائي ديال الكوفيتير ديالنا ان شاء الله متتبعين ديالي ها هو الكوفيتير ديالنا طيب تطبخ حفصه ولا مازال مازال انا الله حفصه اه نعم وفين الكوفيتير واش قريب يطيب وقولي لي واش انا جبنكي يا ربي معطل متتبعين ديالي ها هو الكوفيتير ديالنا من بعد ما تيطبخ انتظروا الشكل النهائي ديال الكوفيتير ديالنا وقولوا لي كي جاكم في التعاليق ردوا عليا بالكومنتيرات كي جاك بابا وتايب اللي زوين واعر جيبوا الخبز جيب الخبز دوق اري ليه الخبز يدوق اري هتي بلي هادشي عندك واعر راه فمو غادي بالماء ياك ايش هي الكوفيتير ياه ها الخبز غمس ورا ليا دوق رد عليا الاخبار المتتبعين ديالي شوف حفصة واو 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 هاي بن واعر حفصة خاصة دابا غير شوية ديال الزيت العود والخبز نطلعو مع الصباح صح؟ نعم هاي بن ليا بنين وييه واعر واعر بنين نتمنى يعجبكم الكونفيتير ديال لالا حفصة وردوا علينا في الكومنتات ديرو جيم وديرو لايك وفعلوا الاشتراك ما تنسوش تعاليق زوينين شكرا لكم المتتبعين ديالي العزاز المتتبعين ديالي ها هو الشكل النهائي ديال الكوفيتير ديالنا وقولوا لي كي جاكم نتمنى يعجبكم الكوفيتير ديالنا